جغرافية للقطاع الصناعي عبر الولايات في خطوة لدمج الشركات الموجودة في مجمعات تعمل مع بعض، مشيرا على هامش لقائه مع المدراء الولائيين بمعهد الإنتاج والتنمية الصناعية بومرداس لأنه تم إحصاء 1500 مؤسسة توظف 50 عامل فما فوق. أحمد رشدي، رصد التالي. ليست مجرد وسيلة، أولها يتعلق بالثقافة. عندنا حوالي في قطاع الصناعة عندنا حوالي 1500 مؤسسة صناعية اللي عندها أكثر من 50 عمال، وتقريب 90% من هذه المؤسسات عندنا المعلومات تاعهم، وما زالوا 10% إن شاء الله من البعض أشهر نكملوا، وهذه تعطينا فرصة لصناعة خريطة جغرافية للبلاد، نشوفوا وين راهي متوجدة الصناعات في أي ولايات، وكذلك وهو النوع نتاع الصناعة اللي موجود على هذه الولايات، وكيف نصنع مجمعات تاع هذه الصناعات، وكيفاش ينجموا يخدموا مع بعض. ومن بعد نبداو في العملية نتاع جمل المعلومات على جميع الشركات والمؤسسات اللي عندهم أكثر من 10 عمال، وهذا لما نكملوا تكون عندنا نظرة شاملة على الصناعة الجزائرية. وبخصوص عملية استرجاع العقار الصناعي، قال يوسف أنها تسير بصفة جيدة، مشددا على أنه كل من استفاد من قطعة أرض ولم ينشط عليها يجب عليه استرجاعها. الناس اللي عندهم دي كونسيسيون وما همش يستغلوهم يرجعوا الأرض اللي داوها. عندنا المعلومات بزاف من الناس اللي رجعوا الأراضي نتاعهم، وكثير من الولايات اللي استرجعوا هذه الأراضي. الناس الحين اللي عندهم ان موشن كونسيسيون، عندهم ان بروبريتي نتاعهم رزقهم، راحين نعملوا ان بروجي دو لوا كي بيرمي لادمينستراسيون دو ريكوبيري سيت.